السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تلقاكم كامل بخير ومهنيين وبصحة جيدة ان شاء الله. حبيت نحط معكم هذا الفيديو، عندي بزاف ما حطيتش فيديوهات، قلت نحط معكم هذا الفيديو تاع كرانطيطا. هذا الكرانطيطا تاع ام وليد، قلت نعطيكم رايي فيها الى ناجحه ولا ماشي ناجحه. انا بالنسبه ليا يعني كرانطيطا ولا اروع، بزاف سهله وتانيك بزاف 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 بنينه، وما تديش بزاف الوقت كما الكرانطيطا العاديه. هذه كرانطيطا تحطيها غير تحطي كل المقادير، تحطيهم في طنجرة ولا في كسرونة، تخلطي كلش، تحطيهم فوق النار حتى تبدأ تخثر هذيك الخلطة تاعكم ولا هذاك الخليط تاعكم، وتحطوه في الفرن ياخذ هذا اللون الذهبي. وبصحتكم يعني ما تديش بزاف الوقت. نقصت زوج مكونات اللي هما الفرمج مع البيض، ما درتهمش، هذوك اختياريين يزيدوا لك في البنة. صح بصح انا نحيتهم، يعني تقدروا تستناو عليهم تماما. اما عن يعني الوصفة، انا بزاف عجبتني وبزاف هايلة، وتحمر لكم وجوهكم كما يقولوا. نتمنى تجربوها، تقدروا تجربوها، واللي جربتها تخلينا رايها في التعليقات. بالنسبة لهذا الفيديو حطيته برك، يعني قلت لازم نحط فيديو هكا باش ما نطرش قناتي. تاني توحشتكم بزاف، والله غير ظروف ما خلتنيش كامل كامل نحط فيديوهات، وما عنديش كامل الوقت باش نصور، الله المستعان. ان شاء الله راح نولو في اقرب وقت ان شاء الله. مع السلامة.